شهد الرئيس السيسي افتتاح محور التعمير، والذي يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة. ويمتد محور التعمير بطول 35 كيلومترا من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه. قال الرئيس السيسي إن الدولة حريصة على عدم زيادة الأسعار على المواطنين على الرغم من الزيادة العالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور. وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح محور التعمير في الإسكندرية إن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت بشكل كبير، لكن لم يتم تحميلها على المواطنين لأنها ستكون عالية للغاية. انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 41.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال الجهاز إن قيمة العجز التجاري انخفضت في شهر سبتمبر الماضي إلى $1.44 مليار مقابل 4 مليارات دولار فاصلة 15 خلال نفس الشهر من العام السابق. وأضاف أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 11.6% حيث بلغت 4 مليارات دولار فاصلة 11 مقابل 3 مليارات دولار فاصلة 68 لنفس الشهر من العام السابق. استقبل وزير الزراعة السيد القصير رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، وبحث معه التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، وتناول الاجتماع سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة للوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء. ووجه وزير الزراعة بزيادة عدد المعامل المرجعية الممتدة وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها من خطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية قانون خفض التضخم الأمريكي. ورجحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية القانون الأمريكي لخفض التضخم. وأضافت أرسولا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا، لكن بروكسل مع ذلك مستعدة لاتخاذ تدابير ارتدادية لحماية الاقتصاد الأوروبي. فاز منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر وحتى 18 من ديسمبر الجاري. وبهذه النتيجة حجز المنتخب الفرنسي تذكرة الصعود إلى دور 8 لمونديال قطر 2022.